الباب قعد يفتش فيها فين التليفون فين التليفون. قلت له مش معايا تليفونات مش معاكي تليفونات. قعد يضرب فيها بالاقلام وراح جايب من شعري سحل لحد بره وراح مطلع السكينه من جنبه وقعد يضرب في دماغي من ورا هنا وراح حلق لي شعري في نص الشارع. قال لي المره دي حلقت لك شعرك المره الجايه هذبحك. طبعا لما لقى البلكونات بتتفتح والناس بتصوت والدم ابتدى ينزل وغرق في الدنيا طلع يجري. انا وقمت وقفت انا واقفه مصدومه ايه اللي بيحصل والرجاله واقفه متنحه. هو انتوا فين انتوا فين يعني انا لو كان قتلني ما حدش اتحرك حتى بتاع التوك توك يعني رجع بالتوك توك خاف على التوك توك بتاعه وبس وهرب ولحد دلوقتي ما اعرفش عنه حاجه. وانا بخير دماغي والدتي ووالدتي واخويا وانا رايحه على المستشفى راح بعت لي رساله ولسه على الواتساب وراح مسحها في وقتها اخدت لها سكرين بس ولحد دلوقتي ما اعرفش عنه اي حاجه. الموضوع ده كان يوم الاربعاء اللي فات. انت مع حالتك ايه دلوقتي؟ انا متدمره ما عنديش شعر شعري توطيتي جبتيه من على الارض؟ هم لموه ودمه بكل حاجته. انت مش باروكة ده شعري حبيبتي. عارفه انه شعرك ما باين مش باروكة. دلوقتي انا ما بعرفش انا اصو انت كنت لما تحت الطرحه كنت لابسه سكارف فلما قعد يضربني بالاقلام السكارف وقع في الارض وكنت لابسه نظاره النظاره اتكسرت وقعت في الارض راح لامم. كان معايا شنطه فيها حاجات واخداها من عند اختي وانا راجعه قلب الشنطه في الارض عشان يبص على الموبايل بقى يقلبني هو موبايلك فين. وصل لشعرك ازاي بالغل ده؟ شدني من شعري من الحوش من هنا وراح جاريني بره في نص الشارع طلع السكينه وراح دب دب دب